حبيبتي حنوريكم تحضيرات رمضان بشكل مختلف او بطريقة مختلفة. مثلا هنا عندي فلفل صغير، هذا قمت بزراعته منذ فترة، الان يمكن ان استعمله في الشهر الفضيل ان شاء الله. ايضا توجد اشياء اخرى، ولكن اشياء اخرى ثاني غرستها من قبل مثل البصل، هذا راح نقدر نستعمله في الطياب تاعي. زرعت كمية لا بأس بها. وأيضا كاين شجرة رائعة مذكورة أيضا في الدين تاعنا، هي شجرة الرند أو أوراق الغار كما يقال لها بالاسم بالعربية الفصحى. ثاني هذه الأوراق مفيدة جدا للصحة، مفيدة أيضا مام لنفسية الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عليها، قال بلي شغل تعاون الإنسان باش تكون نفسيته ويكون مستراح كيشم هذه الريحة. وأيضا عندها مكونات صحية تفيد الجسم الإنسان، هي تهدم الدهون اللي تكون في اللحوم، يعني راح تعاون على الرجيم اللي يحب يشربها كتيزانة ولا يشرب الماء نتاعها هذاك اللي نحطوه فيها. أيضا حبيبتي كنت غرست الدبشة نحيت كمية قليلة منها فقط، على بالكم الدبشة لازم في الشوربة نتاعنا تاع رمضان. وهذا ما كان فيديو، ان شاء الله يكون خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله بالك في رمضان الجاي تقدروا ديروها، ولا لا ما تقدروش ديروها الان، تقدروا حتى الان ديروها كيما الدبشة كنت تغرسوها دوك في الاخر نتاع رمضان، راح تستغلوها وراح تستفادوا منها ان شاء الله. وحتى البصل ما يعطلش باه ينوض، ثم ينوض. انا هنا ديجا راني نحيت منه، راني نستعمل فيه في هذه الايام قبل رمضان ان شاء الله. هنا حبيبتي هذا هو مش نحيت الجزر، مازال ما منضجش عفوا جيدا. نحيت اوراق من اوراق الغار او الرند، ايضا القليل من البصل والدبشة، ايضا نحيت كمية قليلة فقط. وايضا نحيت من هنا من امام البيت نحيت مجموعة من مكونات اخرى كما الشيح ومزير كما يقولون القبائلية إكليل الجبل. هنا بالنسبة للنعناع نقدر نجفوه ونديرو فيه بلالة كيما هكا، كي نديرو شوربة نستعملوه مباشرة. نتمنى يكون يعجبكم هذا الاقتراح تاعي، وش نقولكم صحة رمضانكم وبالهنا، وإن شاء الله تعجبوه بالهنا. سلام.